كامل فريق، يعني السكواد بتاعنا ما شاء الله عليه، يعني حاجة عظمة كلها. لو جبت القايمة كلها، جهاز فني محترم جدا على أعلى مستوى. أنا آخر واحد في المنظومة دي موجود. يعني ده مش غريب عليك التواضع يعني من سماتك، والف مبروك وبرحب بايا الشامي احسن ضاربه في افريقيا واحسن لعيبه واحسن لعيبه كمان. انا لسه اكمل كمان ومن احد اعمده الفريق، منورانا ومشرفانا. ميرسي، ربنا يخليك كابتن هيثم. كل سنه وانت طيبه، والف مليون مليون مبروك الجمع بين البطولتين، ولسه لسه عندنا الحمد لله. الله يبارك فيك. طبيعي بالنسبه للسيدات الذهب الدوري والكاس. طبعا طبيعي جدا. كابتن حمدي اجي لحضرتك، يمكن كان موسم صعب جدا، بس قبل ما نروح للموسم احب اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. النهارده عيد ميلادك، واحنا بنشكرك ان حضرتك يعني فضلت ان تكون معانا النهارده في عيد ميلادك، ودي حاجه كبيره وسام على صدرنا كل القناه. شرف بيها بالتاكيد، ده حقيقي. بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين طبعا، وليا الشرف ان انا موجود معاكم يوم عيد ميلادي ومع جمهور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. يعني كل سنه وحضرتك طيب. بطولات وصحه وسعاده ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن ايسر. نروح للموسم، كان موسم طويل، خرجت من موسم كورونا اللي كان كله يعني مطبات وامور غير منتظمه بالكامل. دخلنا على هذا الموسم عايزين نتكلم عن الصعاب اللي قابلتك السنه دي وازاي تغلبت عليها. الحقيقه طبعا فتره كورونا دي يعني احنا بنعاني من اثارها لحد دلوقتي. الحقيقه يعني فتره كانت صعبه جدا، بنعاني من اثارها. ابتدينا خلصنا موسم الكورونا بعد التوقف، ابتدينا الموسم دوت برضه. معلش يا كابتن، اسف، دي صوره طبعا على الخلفيه. هابي بيرثداي كابتن حمدي صافي وكل على فكره كل فريق العمل وكل كنترول يعني حاجه عظيمه وعلى جدا. وعلى فكره دي احسن طيب. صوره الحقيقه انا احبها لحضرتك. ليه؟ لان انت في الملعب هادي، ومهما تغيرت الامور المباراه ومهما تصعدت ونزلت واب اند داون، دايما محتفظ بهدوءك، وده بيتنقل للاعبات. وايه بتايدني في نفس الكلام. لا انا عايز اقول حاجه لكابتن حمدي. انا اتكلمت مع كابتن ميلو مصلحي، قلت له انت زميلت كابتن حمدي وكنت جير العظيم جدا. اهم سمات كابتن حمدي، قال لي هادي جدا. قلت له مفيش مره اتعصب، قال لي مره واحده في 2003 نهائي البطوله كنت بتلعبه امام فريق التونسي. وكابتن ميلو استقبل الاستقبال، خسرنا النقطه، ولقيت فجاه كابتن حمدي صافي يا ميدو البطوله دي مش هنخسرها. كان الملعب الصاله متقفله فعلا. فاشمعنى 2003 وتحديدا الموقف ده؟ هل كان في بعض الكلام عن احتراف حضرتك في الفتره دي، او حضرتك كنت عايز تسيب بطوله قبل ما تاخد مشوار الاحتراف؟ يعني ايه سبب العصبيه في البطوله؟ لا، هو البطوله ديت كانت صاله مقفوله، وكان منافس فريق تونس، وكان فرقه تونس كانت متفوقه علينا في الفتره الاخيره شويه، فكنا حابين ان احنا نفرح الجمهور دوت، وكنا شايلين هم الناس ديت ان احنا نخسر وسط ملعبنا وسط ارضنا، وكنا راكبين الماتش تماما، والماتش كان ابتدى يتقلب. فنوع من العصبيه بسيطه، بس انا عامه يعني هادي، حتى لو مع البنات يعني مهما كنا خسرانين بفرق كبير بيبصوا لي، حتى ايه الشامي تفتكر الكلام ده على طول، لو احنا خسرانين فرق كبير يبصوا لي، فانا لان انا عندي ثقه في فرقتنا، انا يعني عندي ثقه كبيره في فرقتنا ان الفرقه ديت تقدر تعوض مع اي حد في اي وقت باي فرق سكور. وده حصل في السنه دي مرتين. صحيح. كان في رومونتادا في ماتش سبورتنج، كان في ماتش السيد فرق بتاع 10 بونت، ده صعب جدا في اي في الكره الطايره ان انت تعوض 10 بونت، دي صعبه جدا. الحمد لله في بدايه الشوط يعني في البدايه كمان، انت مش في النهايه. فالحقيقه عندي ثقه كبيره فيهم، وعندي ثقه في الكره الطايره بتاعتهم وتمرينهم وتركيزهم. لما بيركزوا الموضوع بالنسبه لهم بيبقى سهل، ويقدروا يعوضوا ويقدروا يكسبوا اي حد. طب